بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم رح تكون إن شاء الله تعالى عن الـ Exponential Function، ورح نحكي عن الـ Inverse Function لإله اللي هو Logarithmic Function. في البداية خلينا نتعرف على الـ Exponential Function. الشكل العام للإقتران الأسي هو F الـ X شو تساوي B أس X، يعني عدد قوة X، حيث أن شروط على العدد، العدد لازم يكون أكبر من صفر وبنفس الوقت لا يساوي واحد، تمام؟ إذن لازم يكون العدد أكبر من صفر ولا يساوي واحد، لأنه إذا صار واحد أصلاً بصفي مش أسي، راح يكون اقتران خطي. وليش لازم يكون أكبر من صفر؟ لأنه افرض حطيت الإكس سالب نص أو أخذت أي إشي، يعني المهم يكون جذر، وأخذت عدد البي كانت سالبة، بصير يكون عدد سالب قوة جذر، ما بصير يكون عدد سالب قوة تحت الجذر، فعشان هيك لازم تكون البي أكبر من صفر. إذا عدد قوة إكس اسمه Exponential Function، شرط أساسي هذا العدد يكون أكبر من صفر ولا يساوي واحد، تمام؟ خليني في البداية أعطيك سكتش، يعني أرسم الإقتران الأسي 2 قوة إكس. هلا لما أجي أرسم أي إقتران بدك إياه، تأخذ مجموعة نقاط للإكس وبتشوف صورها، تمام؟ أخذت أنا مجموعة نقاط سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3، هدول مجموعة النقاط اللي أخذتها وعوضتهم. 2 قوة سالب 3 هي 1 على 8، لأنها 2 قوة سالب 3 هي عبارة عن هيك، بنعوض 2 قوة سالب 3 هي نفسها 1 على 2 تكعيب اللي هي 1 على 8، تمام؟ ونفس الشيء سالب 2 2 قوة سالب 2 ربع، 2 قوة سالب 1 نص، و2 قوة 0 أي عدد قوة 0 1، 2 قوة 1 2، و2 قوة 2 4، 2 تكعيب 8. أخذت هدول الأعداد، صورة الصفر زي ما أنت شايف 1، صورة الواحد 2، صورة الاثنين 4، وصورة السالب 3 8، وهكذا وصلنا بين مجموعة النقاط هدول، طلع عندي هاي الصورة للإكسبوننشال، تمام؟ هلا بس اجي ارسم، وصلت بيناتهم طلع عندي الخط اللي انت شايفه او الشكل اللي انت شايفه، هاد بسميه اقتران اسي. وانتبه العدد اللي كان تحت الاكس اللي هو 2 قوه اكس، يعني عدد اكبر من مين؟ اكبر من واحد. اذا بشكل عام رسمت بي قوه اكس، هيها انا حاطط لك اياها ملاحظه، رسمت بي قوه اكس عندما بي أكبر من واحد، رسمتها بهاي الصورة اللي أنت شايفها أمامك، هاي رسمة أي اقتران أسي حيث أن البي أكبر من واحد. لو أجي أسألك أعطيني ميزات لهذا الاقتران، تحكي لي شو بلاحظ عليه؟ هل هو 1 to 1 مثلا؟ نعم 1 to 1، لأنه لما تيجي ترسم أي خط أفقي رح يكون يقطع في نقطة واحدة. طب وبالتالي شو رح يكون لإله؟ إنفرس، هاي خليها في بالك. هل هو متصل؟ نعم متصل. طب ايش الدومين لإله؟ بتطلع كل الاكس اكسس شغال، يعني الدومين لإله ايش؟ ار. هي كاتب لك اياها ملاحظه هون انه الدومين لإله ار. طب وايش الرينج؟ الرينج هيو طلع من وين شغال؟ من صفر لانفينيتي، بس مستحيل يساوي صفر، دائما الاكسبوننشال مستحيل يساوي صفر، يقترب من الصفر لكن لا يساوي صفر، فالرينج راح يكون من صفر لانفينيتي، تمام؟ هذا اول اشي بدي تعرف لي اياه. اذا الاقتران الأسي اللي بيكون فيه العدد أكبر من واحد رسمته رح تكون متزايدة زي ما أنت شايف. ليش متزايد؟ لأنه كلما زادت قيمة X، هون انتبهنا في التعويض، كلما زادت قيمة X بتزيد قيمة Y معك، فرسمته متزايدة. أما بالنسبة لو ناخد عدد بين الصفر والواحد مثل النص، هاي السؤال اللي أنا أعطيك إياه هون، عوض نص قوة سالب 3 8، نص قوة سالب 2 4، نص قوة سالب 1 2، نص قوة صفر واحد، ونص قوة واحد نص، اثنين ربع تمن، وهكذا. هلا صورة الصفر واحد دائما أي عدد قوة صفر واحد، لكن لما جينا رسمنا انتبه معي، كلما زادت قيمة إكس شو بصير في قيمة واي؟ عمالها بتقل ما بتزيد، تمام؟ إذا كلما زادت قيمة إكس بتقل قيمة واي. إذا في هاي الحالة شو بعمل؟ راح تكون رسمته ديكريزنج، هي متناقص زي ما أنت شايف هون. وبشكل عام هاي رسمة أنا اللي عاطيك إياها هون، أي اقتران بي قوة إكس بي بين الصفر والواحد رسمته متناقصة في هاي الصورة. الدومين لإله أكيد ريال نمبر، لأنه كل الإكس أكسس شغالة، يعني أي قيمة بإمكاني أعوضها هون مكان إكس. والرينج لإله بنفس الطريقة، كان عندي من صفر
لإنفينيتي. وصلت؟ إذا هدول بالنسبة للرسمات اللي أنا بدي إياها، رسمة بي قوة إكس لما بي أكبر من واحد ولما بي بين الصفر والواحد، أوعى تنسى الرسمة بتفيدك بعدين. هلأ بالنسبة للناتشورال إكسبوننشال فانكشن اللي هو الاقتران الأس الطبيعي اللي هو نفسه إي قوة إكس، أنتوا كنتوا تسموها قوة سين إذا أنتوا ذاكرين، تمام؟ هلأ الإي هي 2.718 العدد النايبير اللي بنعرفه، راح تكون رسمة الهاء والسين أو إي قوة إكس نفس رسمة مين؟ 2 قوة إكس، لأنها الإي أكبر من واحد ورسمتها هيها متزايدة. رسمة إي قوة سالب إكس راح تكون متناقصة لأنها إي قوة سالب إكس نفسها مين؟ واحد على إي قوة إكس، فرح تكون بين الصفر والواحد ورسمتها متناقصة. واصل هاي المعلومة اللي حكيت لك إياها. هلأ بالنسبة للدومين، وهي مهم جدا، أول قاعدة للدومين، أي عدد قوة اقتران الدومين لأنه بي قوة إكس، خليني بس أحكون معك واضحة، بي قوة إكس اتفقنا الدومين لإله ريال نمبر، تمام؟ هلأ افرض بدي أركب اقتران تاني مكان الإكس وأسميه إف الإكس، هلأ R تقاطع مين؟ دومين إف الإكس، فبالتالي شو رح يكون عندك الجواب؟ دومين إف الإكس. فأي عدد قوة اقتران دائما عدد قوة اقتران الدومين لإله هو نفسه دومين مين؟ دومين الأس، دومين الاقتران. إذا دومين بي قوة إف الإكس شو تساوي؟ دومين إف الإكس. بنفس الطريقة حتى لو كان اقتران أسي طبيعي إي قوة إف الإكس، دائما الدومين هو دومين الأس. هاي أول ملاحظة بدنا نفهمها. سؤالي إلكم، find domain f x 3 قوة x زائد 1 اقتران أسي، 3 قوة اقتران. هلا اتفقنا domain f x رح يساوي إيش؟ نفسه domain الأس. مين الأس؟ هو x زائد 1. طب إيش domain الأس؟ الدومين البولونوميال ريال نمبر، وبالتالي الدومين يساوي دومين الأس وتساوي R. شوف اللي بعده، دومين F الX 2 قوة 1 على X ناقص 1، هذا دومينه يساوي دومين الأس. مين الأس؟ هو 1 على X ناقص 1، وتساوي بسط على مقام، دومين البسط R، دومين المقام R بس ما عدا أصفار المقام اللي هو مين؟ 1. إي قوة اقتران نفس الشيء، دومينها رح يكون هو نفسه دومين الأس، والأس هو عبارة عن الجذر التربيعي لإكس ناقص واحد. إيش الدومين الجذر التربيعي؟ حكينا ما داخل الجذر التربيعي أكبر أو يساوي صفر، إذا هذا رح يكون دومينه هو إكس ناقص واحد أكبر أو يساوي صفر، ومنها إكس أكبر أو يساوي واحد، إذا الدومين رح يكون عندي من واحد مغلقة للإنفينيتي. اتفقنا؟ هاد بالنسبة لأول معلومة تعلمناها. بس خليني أراجعك بخصائص الأسس اللي أنت ما بتعرفها. حاصل ضرب اقترانين أساساتهم متساوية تجمع الأسس، حاصل قسمة اقترانين أساساتهم متساوية تطرح الأسس، أس الأس يضرب زي ما أنت شايف، إيه قوة إكس قوة واي تصير حاصل ضرب لإكس في واي، بعدين دائما عدد قوة إشي سالب نقلب بصير واحد على A قوة X، A في B قوة X بتتوزع X على A وعلى B، وA قوة X على Y كلنا بنعرف هو عبارة عن الجذر، بإمكانه أكتبه بصورة ثانية، دليل الجذر رح يكون هو عبارة عن المقام، Y هو دليل الجذر، والX رح يكون أس، وأي عدد قوة صفر دائما واحد، تمام؟ هاد بالنسبة للأشياء الرئيسية اللي بدي إياها بالنسبة للإكسبوننشال فانكشن أو ناتورال إكسبوننشال فانكشن، يعني الاقتران الأسي والاقتران الأسي الطبيعي. هلأ بما إنه اتفقنا رسمتهم زي ما إحنا ذاكرين الاقتران الأسي كانت 1 to 1، فبالتالي رح يكون لإله شو؟ إنفرس. طب مين الإنفرس لإله؟ فبحكي لك هاي الملاحظة، إف الإكس تساوي بي قوة إكس، الإنفرس لإله رح يكون لوغاريتم إكس للأساس بي، تمام؟ اللي هو الاقتران اللوغاريتمي. إذا اللوغاريتميك فانكشن هو الاقتران العكسي للاقتران الأسي اللي هو نفسه لوغاريتم إكس للأساس بي، نفس الشروط اللي كانت على الاقتران الأسي، بي أكبر من صفر وبي لا تساوي واحد، تمام؟ هلأ بدنا نعيد حالنا مع خصائص الاقتران العكسي. أول خاصية للإنفرس فانكشن شو كنا نحكي؟ ذاكرين هلأ اتفقنا إحنا بي قوة إكس كان دومينها R والرينج لإلها من صفر لإنفينيتي حسب الرسم، صح؟ إذا لوغاريتم إكس قوة بي رح يكون الدومين لإله مين؟ اللي هو الرينج للبي قوة إكس، والرينج للاقتران العكسي لأنه هذا يعتبر إف
وهذا يعتبر الاف انفرس. فهلا اتفقنا دومين الاف نفسه رينج الاف انفرس، ورينج الاف نفسه دومين الاف انفرس. هلا اذا مين دومين الاف انفرس؟ نفسه رينج الاف 0 لانفينيتي، والرينج له راح يكون ار اللي هو نفسه دومين الاف. هاي اول ملاحظه مهمه. اذا حتى اجي احسب الدومين لاف الاكس، لوغاريتم اف الاكس الاساس بي، لازم يكون دائما ما داخل اللوج اكبر من صفر بنفس الطريقه تركيب اقترانات. ممنوع يكون جوا اللوغاريتم عدد سالب، ممنوع يكون جوا اللوغاريتم عدد اقل من صفر يعني، او يساوي صفر. اذا حتى اجي احسب دومين اللوغاريتم بشكل عام نحكي ما داخل اللوغاريتم اكبر من صفر، وما بصير نحكي اكبر او يساوي، لانه شو بيكون زي الجذر، لانه هيك اعتبرت جوا اللوغاريتم صفر، وهذا مستحيل يكون جوا اللوغاريتم صفر لانه دائما اكبر من صفر. طبعا من صفر لإنفينيتي لأنه الإكس لحالها هون. هلأ أنا بعطيك أي سؤال تاني بحكي لي بدي الدومين لهذا السؤال، دومين لوغاريتم إكس زائد 5 للأساس 3، للأساس عدد، إحنا كله شغالين على عدد لحد الآن. هلأ إيش دومين إكس زائد 5 للأساس 3؟ بنحكي ما داخل اللوج أكبر من صفر مباشرة، هيك بنحل مين اللوج جواتها إكس زائد 5 أكبر من صفر، يعني x أكبر من سالب 5، إذن الدومين من سالب 5 إلى infinity. تمام؟ إذن هاد دومين اللوغاريتم function، القاعدة الأولى اللي استفدناها من الانفرس. القاعدة الثانية بالنسبة للانفرس، حكينا إنهم symmetric حول y تساوي x. يعني لما تيجي ترسم هاي الرسمة هون هيك، هذا y سوري y تساوي x، لما تيجي ترسمه هاي y تساوي x تقريبا هون، هاي رسمة كانت بي قوة x إذا أنت ذاكر، هاي رسمة بي قوة x، الاقتران اللوغاريتمي هاي هو رح يكون بهاي الصورة اللي إحنا رسمت لك إياها بشكل متقطع. هاي رسمة لوغاريتم x، طبعا هاي حالة لما كانت بي أكبر من واحد، وهاي رسمة لوغاريتم x للبي لما تكون بي بين الصفر والواحد. أوعى تنسى الرسم، مهم جدا. تمام. الخاصية الثالثة للإنفرس، حكينا إنه التركيب الاقترانات دائما شو بعطيني بيناتهم x، if circle f inverse للx x، والعكس if inverse circle f الx تساوي x. إذا لما أجي أركب الاقترانات اتفقنا إحنا f مين هي؟ b قوة x، و f inverse مين هي؟ هي لوغاريتم x للأساس b. نركب سوا، b قوة لوغاريتم x للأساس b، هيها مكان كل x شو عوضت؟ لوغاريتم x للأساس b وتساوي x. بمعنى آخر لما تكون b وعندي نرفع على الأس لوغاريتم لنفس الأساس b بلغوا بعض، شو بعطيني x؟ هي أول قاعدة وحفظ. والقاعدة الثانية لما أجي أركب b قوة x كلها جوا ال x هون، شو بتصير معي؟ لوغاريتم b قوة x للأساس b دائما x، وهي القاعدة أيضا حفظ. تمام؟ هلا عندي ملاحظتين صغار، اللي هو لوغاريتم x للأساس 10 اللي هو الكومن لوغاريتم، يعني الإشي الشائع عندنا دائما نكتب لوغاريتم x للأساس 10 هو نفسه لوغاريتم x بدون أي بيز. إذا بدون أي بيز شغال معي، بدك تفهم إنه البيز اللي أنا بشتغل عليه هو البيز مين؟ 10. هلأ لوغاريتم x للأساس e هو نفسه لن x، يعني natural logarithm نحكي عنه، natural logarithm الاقتران الأسي الطبيعي، الاقتران سوري اللوغاريتم الطبيعي لما يكون البيز اللي نشتغل عليه هو e، إذا هو نفسه لن x. بس نشوف لن x بتفهم إنه البيز اللي شغال عليه هو e، مجرد notation انتو كنتوا تسموه بتوقع لوها سين هيك كنتوا تكتبوه، هلأ احنا لأ بنكتبه لن الإكس، هذا نفسه لوغاريتم الأساس ها. تمام؟ شو هي خصائص اللوغاريتمات؟ نفس الشيء، أعطيك بي أكبر من صفر، بي لا تساوي واحد، إكس واي أكبر من صفر، والآر ريال نمبر. أول خاصية للوغاريتم، لوغاريتم الضرب، شو جوا اللوغاريتم؟ حاصل ضرب اقترانين للأساس بي، الضرب شو بصير؟ جمع لوغاريتم الأول زائد لوغاريتم الثاني لنفس الأساس مين هو؟ بي، والعكس، يعني بدك تفهمها هيك، والعكس ممكن أحاوله، يعني إذا شفت لي لوغاريتم لوغاريتم نفس البيز بي بي وبيناتهم جمع، مباشرة بتحول لحاصل ضرب إكس ضرب واي. تمام؟ نفس الشيء لما يكون عندي جوا اللوغاريتم قسمة بتصير طرح زي ما أنت شايف هون، والعكس لما يكون لوغاريتم ناقص لوغاريتم شو بتعطيني؟ لوغاريتم x على y. هلا اللوغاريتم بتوزعش لا على جمع ولا على طرح، اوعى لوغاريتم ال x زائد y ولوغاريتم ال x ناقص y هذا لا
يوزع بضل زي ما هو، فقط الضرب بصير جمع والقسمة بتصير طرح، تمام؟ وفي طلاب كتير بلخبطوا بيعملوا لوغاريتم الX على لوغاريتم الواي بفكروها طرح، وهذا غلط. احنا حكينا لوغاريتم اللي جوا اللوغاريتم شو رح يكون؟ قسمة. فانتبه وركز وانت عمالك بتحل. هلأ لوغاريتم اكس قوة ار الاساس بي، الار شو بصير فيه؟ بينزل، بتصير ار لوغاريتم اكس قوة بي، وممكن انت ترفعها حسب انت حاجتك لإلها. لوغاريتم واحد على واي هي نفسها واي قوة سالب واحد من خصائص الأسس، يعني سالب لوغاريتم واي الأساس بي، ولوغاريتم الإكس الأساس واي بإمكاني أكتبها لوغاريتم على لوغاريتم لنفس البيز بي بي إكس على واي، يعني ممكن أكتبها لوغ على لوغ، ممكن أكتبها لين على لين، هذا كله يجوز، تمام؟ في عندي الخاصية السادسة، لما يكون عندي بي بي نفس البيز اللي جوا اللوغاريتم والبيز نفسه بيعطيني الجواب واحد، ولن الاي اللي هي نفسها لوغاريتم اي حكينا الاساس اي يعني واحد، لوغاريتم الواحد دائما صفر لانه بي قوة صفر شو بتعطيني؟ واحد، ولن الواحد كمان اكيد صفر. هلا انا اعطيتك خصائص اللوغاريتم بشكل عام، فهي نفسها كمان بتزبط على الناتشورال لوغاريتميك فانكشن، يعني جوا اللين لما يكون ضرب بصير جمع، جوا اللين لما يكون قسمة بصير طرح، نفس الخصائص فيش اي اختلاف. هلأ الخاصية الأخيرة اللي هي الكمبوزيشن فانكشن، حكينا بين الإف والإف إنفرس دائما إكس، يعني لما ناخد إف الإكس إي قوة إكس واتفقنا الإنفرس لإلها رح يكون لن الإكس اللي هو نفسه برجع بعيد لوغاريتم إكس للأساس إي، هاد إنفرس لهاد، هاد إنفرس لهاد، فلما نيجي نركبهم على بعض يعني رح تكون عندي لن الإي قوة إكس هاي تعطيني X، وإي قوة لن الـ X تساوي X. بمعنى آخر عندي مثلا سؤال لن الـ X تساوي 5، بدي أتخلص من اللن شو بركب لها؟ إي، بتصير إي قوة لن الـ X تساوي إي قوة 5، بلغوا بعض فX شو تساوي؟ إي قوة 5. نفس الشيء عندي إي قوة X تساوي 5، بدي أتخلص من الإي شو بركب لها؟ بركب لها لن، بتصير لن الإي قوة إكس تساوي لن الخمسة، لأنه إي بيلغوا بعض فإكس شو تساوي لن الخمسة. هاي مبدئيا كل القوانين والقواعد اللي أنت بتحتاجها بالنسبة لللوغاريتم والإكسبوننشال فانكشن. يعطيكم ألف عافية يا رب.